تمام. المهم ما يجيش فيها اجوان زي ما كان كابتن خالد بيقول لي في الفاصل. بس ايه القصه بتاعت الاجوال دي؟ هقول لكم عليها بعد شويه بعد ما اروح لماتش المقاولين، لانه زي ما ابتديت الحلقه مع حضراتكم وقلت انه هتفكر ازاي في ماتش المقاولين. انت عندك بعد ماتش المقاولين بثلاث ايام مباراه ضرب نار، اهم مباراه في مشوارك في دور المجموعات، وهي اللي هتحسم بشكل كبير جدا شكل المنافسه. انت وسان داونز، ولا انت والهلال، ولا لا قدر الله سان داونز والهلال. فبالتالي انت محتاج تروح ترجع بنتيجه ايجابيه، اقلها اقلها التعادل، ان لم يكن المكسب، لانه المكسب بيريحك ويوصلك خلاص تبقى خلصت خلاص. لكن عشان تروح سان داونز في ظل الغيابات اللي موجوده عندك في الفتره الاخيره، بيغيب عنك سوليه، بيغيب عنك الشحات، بيغيب عنك عبد القادر، بيغيب عنك خالد عبد الفتاح، بيغيب عنك يعني اصيب امبارح شريف، نتمنى انها تكون اصابه بسيطه جدا وما تاثرش، وان شاء الله زي ما قال دكتور احمد ابو عبله لن تكون اصابه مؤثره يعني، وهيكون غالبا جاهز للمشاركه في التدريبات. لكن الظروف دي بتحتم عليك انك تفكر في ماتش المقاولين ازاي. هل يا كابتن خالد شايف انه الاسلم والاصح ان انا احافظ على سكواد الرئيسي بتاعي او الاساسي بتاعي او العناصر الاساسيه، مش لازم سكواد بس العناصر الاساسيه واريحها عشان تكون جاهزه لرحله سفر طويله يوم الاربع وماتش من العيار التقيل يوم السبت مع سان داونز، وراهن على اللعيبه اللي كانت بعيد او ما بتشاركش بشكل اساسي او اللي ما ظهرتش بقى لها فتره طويله جدا زي برونو سافيو وزي شادي حسين وزي محمد اشرف وزي ربيعه وايمن اشرف، يعني كل الاسماء اللي يمكن ما خدتش او ما كانش فيه مساحه للمشاركه، العب بيهم ماتش المقاولين ولا لا ده ماتش دوري وثلاث نقاط مهمه وفريق مقاولين عامل شغل كويس مع كابتن شوقي وبالتالي العب بالعناصر الاساسيه بتاعتي. طيب انا هجاوب عليك قبل يعني ما اخش في الفنيات. هنجاوب على هل احنا ماتش سان داونز في بطوله افريقيا لا قدر الله لا قدر الله لو خسرنا هيبقى الامال بتاعتنا ضعيفه في بطوله افريقيا. مظبوط. لو تعطلنا في ماتش المقاولين، لا لو ماتش سان داونز خسرناه هيبقى يعني املنا الوحيد انه سان داونز يكسب الهلال برضه. كويس. يعني ده الحاجه الوحيده اللي تخلي الاهلي عنده فرصه للتاهل تاني. بس هنبقى يعني اقصد ايه، انا عايز اجيبها لك ازاي. ان لا قدر الله حتى لو دي تتعوض دي ما تتعوضش، في ماتش المقاولين يتعوض. بس مش معنى كده ان احنا هنفرط فيه. انا فاهم طبعا. بالظبط. لا طبعًا. يبقى انا من وجهه نظري وهي هتبقى انا بقول 11 التانيين يعني اللي بعاد عن المشاركه يكسبوا المقاولين برضو. بالظبط كده. يعني لعيبه النادي الاهلي اي حد بيلبس فانيله، اي حد هيلبس فانيله النادي الاهلي هينزل يأدي. ده بالعكس ده هيبقى عنده دوافع اكتر، دوافع كتيره، دوافع جديده وكبيره ان هو يثبت نفسه. بس مش معنى كده برضو ان ال 11 لعيب يبقوا جداد، لا لا. يعني انت برضو في المراكز اللي هي بيتبذل فيها جهد كبير بالنسبه للعيبه، يعني مثلا ديفندرات ممكن اريح ديفندر لان بيجري كتير. ممكن اريح الديفندر اللي انا هلعب بيه قدام سان داونز اريحه ماتش المقاولين. واحد من الاثنين ممكن راس حربه، ممكن الجناحين جناح وجناح لاعب، لان ممكن باك اريحه. لان دول اللعيبه اللي بتبذل. مين اللعيبه اللي تستحق الراحه او اللي انت شخصيا المفاتيح بتاعتنا في ماتش سان داونز هي دي اللي تستحق الراحه؟ ايوه. معلول منها، علي معلول طبعا، ديانج منها، ماشي ديانج، عبد المنعم منها. عبد المنعم المساكين ما بيبذلوش مجهود كبير، يعني ما بيبقاش في اصابه، هي بس هي دي. بس هو خلي باله على نفسه يعني. ما هو برضه الاصابه مش، انما برضه ممكن يريح. لان احنا عندنا لعيبه اي حد هتشيل وتحط في على مستوى الدوري المحلي مفيش اي مشكله. طيب مفيش اي خوف. تعالى نشوف جدول الترتيب بتاع الدوري جاهز معانا. طيب هيجهز دلوقتي. عايز ابص معاك، انا احنا بننسى الدوري بصراحه يعني. انا مشاركتنا في كاس العالم كاس افريقيا وكاس بطوله افريقيا الى حد ما مش مخليه الجمهور مشغول قوي بموضوع الدوري، خصوصا ان في فارق مريح في النقاط وانت لسه ليك كمان مؤجلات. تعال نشوف كده كابتن خالد شكل الترتيب في جدول ده جدول الترتيب في الدوري. الاهلي لعب 17 ماتش في الصداره برصيد 41 نقطه بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز اللي بيجي في المركز الثاني من 20 مباراه. يعني ان شاء الله باذن الله اذا افترضنا فوز الاهلي في المؤجلات الثلاثه ليه هيوصل ل 50 نقطه بفارق 11 نقطه عن اقرب منافسيه، وبيجي ورا بيراميدز بنفس الرصيد برضه
فيوتشر ب 39 نقطة من 20 مباراة، الاتحاد السكندري 36 نقطة من 20 مباراة، الزمالك خامس 33 من 19، والمقاولون العرب 32 من 19 مباراة. ده شكل الجدول وشكل المنافسة. يبدو كده انه الوضع الاهلي مريح، وده يخليك تراهن، او ده ممكن يساعدك اكتر كجهاز فني انك تراهن على فكره الله. انه ماتش المقاولين لا، ابعد العناصر الاساسيه وريح السكواد او العناصر اللي هتشارك في ماتش سان داونز. المكاسب بتاعتي لو ريحت العناصر زي ما قلت، الاوراق الرابحه بتاعتي اللي هستخدمها في ماتش سان داونز المهم جدا، مكاسب كتيره جدا. هريح لعيبه، ايوه، هكسبهم قدام سان داونز، تمام، هياخدوا وقتهم في الاستشفاء وفي الراحه. نمره اتنين، اللعيبه اللي انا هزقها في ماتش المقاولين هيبقى عندها دوافع جديده عايزه تثبت نفسها. مظبوط. فانا مش خسران حاجه. يعني وحتى لا قدر الله لو تعطلنا حاجه بسيطه من ماتش المقاولين، مش قصه كبيره. لا لا خالص خالص. ولكن هو اهم حاجه ماتش سان داونز، انت هتلاعب فرقه جامده وماتش مهم وثلاث نقط مهمين جدا. صحيح. بمنتهى الصراحه ده الصداع الحقيقي في دماغ كل الاهلاويه، مباراه سان داونز، مش بس عشان فكره كمان اللخبطه اللي حصلت في ترتيب المجموعه، ولا عشان انه انت هتلعب مع سان داونز في جنوب افريقيا، لكن كمان عشان الفرقه دي كورتها بايخه، بترهق اي فريق تلعب وانت رايح على ملعبها، واكيد هم كمان عندهم نفس الدوافع زيك بالظبط، وخصوصا ان هم يعني معنويا حققوا معاك تعادل وقدموا عرض قوي جدا في القاهره، فالطبيعي جدا من وجهه نظرهم ان هم يكسبوا هناك في جنوب افريقيا. تفكر في المباراه دي ازاي يا كابتن خالد؟ انت رايح عايز تكسب، وهم كمان عندهم نفس الرغبه في المكسب، فريق بيلعب كوره، فريق خطير جدا هجوميا، وان كنت بشوفه متواضع جدا دفاعيا، واحنا الحقيقه اللي اسانا استخدام الفرص او فرطنا في فرص كانت ممكن تنهي مواجهه القاهره صالح. أنا أتفق معاك جدا، فرقة سان داونز عندها نص ملعب وفراودة على مستوى عالي جدا. أيوة. عندهم مشاكل في خط الدفاع بالذات قلبي الدفاع. أهم حاجة إن نروح عشان إحنا عايزين نكسب الماتش، أهم حاجة ما يجيش فينا جوان. يعني بداية الماتش أول تلت ساعة إزاي إن إحنا نبقى مقفلين بشكل كويس، إزاي ننقل الكورة وإزاي نحتفظ بالكورة، طبعا مش في التلت الدفاعي بتاعنا، في نص الملعب او في نص ملعب فرقه سان داونز، نمشي الكوره، ناخد ثقه، نعدي اول 20 دقيقه. فرقه سان داونز في الماتش الاولاني عملوا حاجات، الديفنس بتاعهم كورته قليله وبيلعبوا من تحت، واخطاء يعني كارثيه، بيلعبوا من تحت. أي. يعني عندهم ثقه في نفسهم ولكن كورتهم قليله، يعني قعدوا ينقلوا علينا كوره في اوقات وقطعناها كتير، انا قلت هنقطع هنجيبها جون. أي. فيبقى لازم نعدي بس ال 20 دقيقه، والثلاثه اللي هيلعبوا قدام اللي هم الجناحين وراس الحربه لازم يتميزوا بسرعه وبضغط كويس جدا، وازاي بعد ال 20 دقيقه ربنا يسهل ما يجيش فينا جوان، نضغط عليهم من قدام بالذات على المدافعين، لان هم هتلاقيهم عايز يستلم من حارس المرمى وينقل وينقل وينقل، هنقطع هنجيبها جون. نعدي الماتش، دايما لعيب الكوره الكويس اللي امكانياته كويسه لما بيلاقي فرقه قدامه بتضغط عليه بشكل جامد ما بيبقاش مستريح. انما هو يبقى مستريح امتى؟ لما بتديله فرصه ان هو يستلم ويباصي ويتحرك. لو اتضغط عليهم بعد بس نعدي ال 20 دقيقه، لان برده مش هينفع نضغط طول 90 دقيقه. لازم الماتش يتجزأ على كل شوط على ثلاث فترات، فتره ربع ساعه او 20 دقيقه الاولانيه في البدايه، ازاي تبقى واقف على رجليك، كره بين رجليك بتنقلها، مأمن نفسك، مفيش حاجه خطر على المرمى بتاعك. ممكن الربع ساعه اللي بعد كده نبتدي نضغط من قدام، ولعيبتنا هتقدر تعمل هذا الكلام، وممكن الربع ساعه الاخرانيه برضو تهدى شويه بحيث ان انت تعدي الشوط. كل ما الوقت هيعدي هم مش هيجيبوا اهداف من بدري في الشوط الاولاني او ربع ساعه او نص ساعه، هنكسب الماتش. يعني احنا عايزين تبقى دفه الماتش ماشيه زي ما احنا عايزين، الاساس ان ما يجيش فينا اهداف من البدايه، ازاي نمشي الماتش وازاي نضغط على الاربعه بتوع الديفنس بالذات في بدايه الهجمه، لما ضربه مرمى ليهم مثلا هتلاقي حارس المرمى بيحط الكوره وعايز ينقل، هيديها المدافع، من هنا يبتدي الضغط، لان امكانيات المدافعين عندهم مهاريا مش كويسه بالذات في النقل،
قطعنا هنقدر نسجل اهداف. مفيش فريق يمكن حافظ الاهلي في افريقيا زي سان داونز. يعني احنا في الثلاث اربع مواسم الاخيره كانه مقرر علينا في المنهج مواجهه سان داونز، وبالتالي زي ما احنا عارفين تقريبا كل حاجه عنهم هم كمان برضو عارفين حاجه كل حاجه عنا. لا لو بفكر في التركيه، وهنا هنا شغل مدير فني، لو بفكر في التركيه افكر ان انا اعمل مفاجاه، افكر ان انا اعمل سيناريو ما يكونش متوقع من سان داونز، افاجئ بيه الخصم في المباراه دي، سواء في طريقه لعب، سواء في مهام داخل الملعب، سواء في توظيف ورقه معينه او لاعب معين بدور ممكن يلخبط حسابات سان داونز. ايه ممكن تكون التركيه اللي من النوع ده يا كابتن خالد؟ التركيه اللي هي حته الضغط اللي انا بتكلم عليها. أيوة. وان احنا ننزل من يعني بنلعب جيم عادي، اساسه ازاي ندافع كويس، الاساس ازاي ندافع كويس، واي فرقه يا احمد بتهاجم او عندها لعبتها بتعرف تنقل وتتحرك بدون كوره وتقدر توصل للجون، كل ما هتضغط عليها ويحسوا ان انت بتهاجم وليك فعاليه على المرمى بتاعهم. أيوة. هم مش هيعرفوا يلعبوا لعبهم، احنا عايزين نطلعهم ان هم ما يلعبوش لعبهم. ايه بقى ايه اللي احنا نعمله عشان ما نخليش فرقه سان داونز تلعب اللعب المريح اللي هم متعودين عليه؟ الضغط، كور مشتركه، اي كره مشتركه لازم تبقى بتاعتنا، لازم يحسوا بينا ان احنا جامدين وغلسين وبنضغط ومش هنترقص، كل الكلام ده. يعني يكون في سمات اراديه بالنسبه للعيبه عندنا بشكل كبير جدا، وعندنا من المقومات الهجوميه اللي نقدر نخلي فرقه سان داونز طبعا. اكتر ميزه او اكتر نقطه قوه في فريق سان داونز هي قدرته على الاستحواذ ونقل الكوره، عندهم كذا باسير مش باسير واحد، عندهم باسيرات هايلين بصراحه، تقريبا خط النص وخط الهجوم بالكامل يجيد التحرك وخلق المساحات لنفسه. شفت مساحات شاسعه في ماتش الاهلي وسان داونز، وبالتالي دي نقط او يعني مصادر الخطوره الرئيسيه. هل ده يستلزم انك انت تواجه بطريقه مختلفه؟ هل ممكن تفكر في 3 4 3؟ هل ممكن تفكر في 4 3 3 فلات وتتخلى عن فكره 4 2 3 1 في مباراه زي دي؟ ولا تبقى تظهر بشكل دفاعي اكتر منك عندك رغبه في الهجوم، فبالتالي تسيب له مساحه، يعني مساحه اكبر في الاستحواذ، تسيب له فكره الماتش مثلا زي اللي احنا لعبناه قدام بيراميدز، استحوذ على الكره زي ما انت عايز وحاول انا العب على الكاونتر اتاك او على المرتده. حته الاستحواذ هو هيستحوذ فين؟ في نص ملعبه سيبه. مفيش اي خطوره، هي كل الخطوره في ملعبنا احنا. في ملعبنا احنا، يبقى احنا ازاي نضغط عشان نمنع الاستحواذ في نص ملعبنا احنا. فدي هتبقى برضو مش محتاجه مجهود كبير، انما في نص ملعبه يستحوذ سيبه ينقل زي ما هو عايز، مفيش اي مشكله. كل لعيب بيرجع في النقطه بتاعته في المكان المفروض يتواجد فيه، تمام؟ كره بتخش نص ملعبنا، ما يبقى هنا بتبتدي عمليه الضغط. انا كنت عايز اقول لك ايه، ان بالنسبه للطريقه انا من انصار ان نفضل نلعب 4 2 3 1 العادي، يعني مش من انصار 3 ديفندر في نص الملعب، لان لو هتفضل تدافع قدام فرقه زي سان داونز مش صح، مش كويس. فكره انك تلعب جيم وتحاول تلعب على الكاونتر اتاك مش السيناريو الافضل من وجهه نظر كابتن خالد. السيناريو الافضل ازاي ان احنا نحسسهم ان احنا فرقه بنقدر نهاجم ولينا خطوره على المرمى بتاعهم، صدقني هم هيبتدي تفكيرهم هيخافوا، فمش هيقدر يلعب اللعب بتاعه، هتطلعه بره النظام اللي هو متعود عليه. اروح معاك للبطوله ككل، اتفرجت على ماتشات، شفت ازاي شكل الفرق اللي ظهرت فيها لغايه دلوقتي، احنا بنقرب خلاص على شكل المجموعات اترسم، يعني تقدر تقول النهارده مين اللي عنده فرص اكتر في التاهل من المجموعات الاربعه؟ مين الفرق اللي لفتت نظر كابتن خالد، او مين الفرق اللي عندها يعني حظوظ زي ما بيقولوا في تحقيق اللقب والمنافسه عليه السنه دي؟ لا يعني انا شايف اربع فرق طبعا باذن الله، احنا ان شاء الله باذن الله باذن الله ربنا يكرمنا وهيبقى لينا حظوظ كبيره جدا، وسان داونز والترجي والرجاء المغربي. يعني دول اقوى اربع فرق، وانا شايف ان ممكن يوصلوا للمربع الذهبي. يعني المقارنه بالظروف وشكل المنافسه، يعني الظروف اللي احنا مرينا بيها واحنا بنحقق البطوله التاسعه، والظروف اللي احنا مرينا بيها واحنا بنحقق برضو البطوله العاشره في تاريخ النادي الاهلي، والبطوله الحاليه، وشكل المنافسه او صعوبه المنافسه اللي حصلت في البطولتين دول، وصلنا فيهم مباراه نهائي امام الزمالك ومباراه ثانيه في البطوله 10 كانت قدام كايزر تشيفز،
والظروف والمنافسه وشكل المنافسه في البطوله الحاليه. احنا على فكره دايما ظروفنا في دوري المجموعات بتبقى مشابهه كده ولكن احنا بنفوق. الاهلي ما بيبانش الا من الادوار الاقصائيه. طبعا طبعا لان هو ده الفريق البطل اللي عنده شخصيه البطل وهو بطل فعلا قاره افريقيا. فبنفوق احنا كل ما نخلص من دوري المجموعات بنفوق واللعيبه بتركز بشكل كبير جدا. فانا شايف بس ربنا يسهل وربنا باذن الله يوفقنا ويكرمنا ان احنا نعدي دوري المجموعات لان هيبقى يكون لينا الحظوظ الاكبر باذن الله في هذه البطوله. لكن شايف المنافسه في النسخه دي اصعب او اقوى من المنافسه في النسخ اللي قبل كده؟ ولا في نسخ حققناها كانت المنافسه فيها والظروف فيها اصعب من الظروف اللي قبل كده؟ لا السنه دي هتبقى اصعب من الـ من الـ من قبل كده. السؤال ده بيليد لسؤال عن دور الجمهور. انا كنت بدات الحلقه الحقيقه في اوقات كتير ممكن يبقى الجمهور مش راضي عن اداء، ممكن يبقى مش راضي عن نتيجه، ممكن يبقى مش راضي عن لعيبه بعينها، لكن كنت بقول انه الرهان في الظروف دي وتحديدا لما الفريق يبقى داي اوف او الفريق يعمل جيم مش كويس او انه حتى يخسر مباراه، الرهان دايما على جمهور النادي الاهلي. شايف في اللي جاي دور الجمهور ازاي يا كابتن خالد؟ وايه المطلوب من جماهير النادي الاهلي في الفتره اللي جايه؟ جمهور النادي الاهلي على مدار التاريخ هو اللاعب رقم واحد، هو ليه النسبه الاكبر والفضل الاكبر في الحصول للنادي على البطولات كلها اللي خدناها. نمره واحد، مش من الفير ان احنا نلاعب فرق بره باعداد جماهير كبيره جدا بتشجعها ونيجي هنا في ملعبنا يبقى الاعداد، لا احنا محتاجين الفتره اللي جايه. واحنا الحمد لله دلوقتي الماتشات حتى بالجمهور اللي موجود مفيش مشاكل والدنيا متظبطه ونقدر. لازم اعداد الجماهير تزيد بالذات ماتشات النادي الاهلي لان جمهور النادي الاهلي ليه مفعول السحر مع اللعيب. يعني انت لا تتخيل، انا بحس الكلام ده وانا بتفرج على الماتشات، اللعيب اللي بيكسل الجمهور ما بيسيبوش يكسل، لازم الناس كلها بتجري والناس عايزه تخلي شكلها كويس وتبذل اقصى مجهود. فمفعول السحر جمهور النادي الاهلي بيعمله مع الفرقه، وهو اللاعب رقم واحد ده على مدار التاريخ مش من دلوقتي، وهو ليه الفضل الاول في حصول النادي على كم البطولات اللي خدناها على مدار التاريخ. فانا باذن الله اتمنى ان برضو جمهور الاهلي يبقى من كل ماتش عارف الاهداف ايه. ما انا مش مهم، انا عايز اكسب ممكن والعب كويس. ايوه، انما النهارده قدرت اكسب والاداء نص نص مفيش مشكله، انا عملت الهدف بتاعي. ودايما كل ما بندي ثقه للاعبتنا الاداء بيبقى احسن. السيزون ده مين اللاعب اللي حسيت انه عمل اضافه حقيقيه لسكواد النادي الاهلي من كل الصفقات او من كل اللعيبه؟ مش عايز اقول بس صفقات، حتى اللعيبه الصغيره اللي ظهرت. يعني امبارح شفنا رأفت خليل مثلا كان يعني شارك كبديل وسجل هدف، وناس كتير الحقيقه كانت بتراهن على رأفت. انا ما خدتش فرصه كامله عشان اقدر اقيمه يعني، لكن كل اللي بسمعه عنه من ناس كتير شافته او عارفاه واتفرجت عليه انه لعيب ليه مستقبل كبير يعني. من اللعيبه المبشره ونتمنى. وطبعا مع منتخب الشباب المنظر ما كانش كويس، على مستوى الشباب المستوى ما كانش كويس، ولكن هو عنده الامكانيات ان هو يبقى لعيب كويس. بس مش عايزين نستعجل عليه عشان برضه هو لسه صغير ولازم يعني مخه ما يروحش لبعيد، لازم يتعب ولازم هيشقى وعشان ياخد مكانه ويبان بشكل ممكن كويس. ممكن يبقى ليه دور او تاثير السيزون ده ولا تستنى منه؟ لا لسه شويه، المواسم اللي جايه لسه شويه في. طيب المواسم اللي جايه غير الصغيرين من الصفقات الجديده، مين اللي حسيت انه اضافه حقيقيه او لاعب يصنع الفارق زي ما بيقولوا مع النادي؟ خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح. خالد انا مبسوط منه جدا ولعيب كويس. وانا شايف انه ممكن يكون ليه ادوار، ربنا بس يبعد عنه الاصابات، يكون ليه ادوار كويسه جدا مع الفريق. قدوسي تقييمك ليه ايه؟ لسه عايز اشوفه مرتين ثلاثه كمان. امبارح كان شكله كويس ولكن عايز اشوفه مع فرق اقوى شويه في المستوى واستمراريه في اللعب نقدر نحكم عليه بشكل كويس باذن الله. ومناسبه كلامنا على اللعيبه الشباب، رايك في، احنا يمكن اتكلمنا قبل كده من شهور، يمكن مش من قريب يعني، من شهور حتى من قبل الدورة الأفريقية ما تبدأ بكتير، ايه تقييمك مش تقييم لانه ما حدش متفق الحقيقة على الشكل ولا على النتيجة اللي حققها المنتخب المصري في بطولة أفريقيا للشباب، لكن ايه الأسباب اللي ورا ده من وجهة نظر كابتن خالد جلال الله؟ احنا لو رجعنا للحلقه دي يعني انا قلت من قبل ما نلعب لان احنا هنبقى بعيد. ليه؟ يمكن انا عارف الجيل دون في السن دون مواليد 2003، عارف تقريبا كل لعيبه مصر يعني.
انا كان في لعيبه يعني مش نقد لحد بعد ما خسرنا او بتاع، لان انا ما بحبش كده كجهاز فني نطلع لما بشوف الناس بقى بتطلع بتنقد المدرب واللي كان ماسك واللي لا 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 خلاص ننسى الكلام ده. ولكن انا في نقطه عشان انا عارفها كويس جدا وحافظ اللعيبه في هذا السن، لا في لعيبه كانت كويسه جدا جدا لم يتم اختيارها، انا ما اعرفش ليه. يعني فرقه سموحه، فرقه سموحه اخص سموحه لان انا زويلت من فرقه سموحه دي، يعني عندهم 3 4 لعيبه لا حاجه يعني احسن من اللي كانوا بيلعبوا بكتير. يعني عندهم راس حربه، دول ما كانوش مصابين، ما كانش في اي حاجه تمنع. ما اعرفش انا ما اعرفش يا حاج، نمره واحد كان في تحفظ على اختيار في لعيبه كتير انا شفتها. انا خصيت سموحه، يعني سموحه دلوقتي على فكره لسه كسبان الزمالك من يومين في الكاس، وهياخد الكاس، هيلعب بيراميدز في نهائي الكاس، بطوله كده شرفيه عاملينها يعني كان في التوقف. ففرقه كويسه فيها 3 4 لعيبه هايلين فما شفتهمش، فانا برضو من نفس الفئه دي، من نفس العمريه السن ده 2003 بالظبط. فهو ده كان. بس الفرقه مخنوقه، في على فكره في فرق بتلعب مفيش انتاج، هي اللعيبه بتجري وبتلعب وبتروح وبتيجي وبتهاجم بس مفيش انتاج. فدي برضو مش اي حد يحسها او حد اي حد يعرفها. احنا كنا من الفرق كده. احنا مش هنجيب اجوان، يعني احنا الثلاث ماتشات اللي لعبناهم تعادلنا مع موزمبيق 0-0، واتغلبنا من نيجيريا 1-0، واتغلبنا من السنغال 4، ما جبناش جون. ده معناها ايه؟ النواحي الهجوميه صفر. يعني سيبك ان انت تكسب او تخسر، النواحي صفر والنواحي الدفاعيه صفر برضه. لا يعني يعني خلينا في النواحي الهجوميه. انت بتلعب على ملعبك وعايز تكسب وعايز تعدي الدور دون، انت ما جبتش جون. ودايما في الكوره يا احمد النواحي الهجوميه بالنسبه لاي جهاز اصعب من النواحي الدفاعيه. النواحي الدفاعيه دي سهله جدا، يعني انت ممكن يعني النواحي الدفاعيه الشغل فيها وادراك اللعيبه لواجباتهم اسهل. ان انت ازاي تهاجم هي دي الصعوبه. احنا ما كناش بنعرف نهاجم، ما عندناش اي حلول، ولا اختراق من الاجناب ولا اختراق من العمق ولا تصويب على الجول. واحنا عموما يا كابتن خالد عموما يعني مش بس الجيل ده عموما يعني، ولا الانطباع اللي عندي ده وعند الجمهور غلط، عموما متفوقين في السن ده على مستوى قاره افريقيا. يعني الجيل اللي قبل ده على طول جيل اكرم وامام عاشور وناصر ماهر، جيل ده ايوه لما كسب بطوله افريقيا، كسب بطوله افريقيا وراح الاولمبيكس ومشي كويس لغايه لما خسر من البرازيل وطلع، احنا كناش مبسوطين. رغم انه بطل افريقيا وواصل الاولمبيكس وعامل يعني عروض كويسه، ولما طلع من البرازيل. هل طبيعي لما مصر تبقى بتستضيف بطوله افريقيا على ارضها وبتلعب مع موزمبيق ونيجيريا والسنغال مش ما تسجلش هدف، ما تاخدش غير نقطة واحدة في المجموعة وتطلع بره البطولة؟ لا طبعا مش منطقي، بس احنا بختنا وحش كمان وقعنا. يعني لا فرقة السنغال دي خليها على جنب لان هي هتاخد البطولة. ليه السنغال؟ ليه السنغال خليها؟ لا فرقة كويسة عندهم لعيبة كويسة. ليه السنغال خليها على جنب؟ وماشة كويس. ليه السنغال بتاخد بطولة؟ لعيبة محترفة على فكرة كتير. ده سؤال تاني جاي لحضرتك فيه. يعني هكلمك على قصة اللعيبة الصغيرة دي تحديدا، لانه واضح انه الدوري عندنا ما بيفرس يعني، واضح. وواضح كمان ان اللعيبه دي ما بتاخدش فرص، بالذات اللي بيلعبوا في الانديه الكبيره منهم. لكن في النهايه انت بتقول لي السنغال في حته ثانيه، وليه السنغال في حته ثانيه؟ يعني السنغال احسن من هي فيها عشان تبقى في حته ثانيه؟ لعيبتهم احسن من اللي عندنا، القماشه اللي عندهم احسن من اللي عندنا. ما انت بتقيم اي فرقه ازاي؟ قماشه اللعيبه، السن ده فيه ايه؟ في اللعيبه امكانياتها عامله ايه؟ لا فرقه السنغال احسن كتير. لا كم اللعيبه المحترفه بيلعبوا بره كتير في سن صغير، بس الاحتراف يصنع الفرق يا كابتن. احنا ما فيش لعيب بيلعب كلعيب اساسي مع فرقته في الدوري. كمان ما فيش احتكاك. معلش، هو اللعيب اللي بيحترف في سن صغير قوي كده ده اتشاف فين؟ اذا كانت انديه السنغال مش موجوده على الخريطه ومنتخب السنغال الاول كله محترف، لا دي الدول دي بتشتغل شغل جامد جدا. هم مش موجودين على الخريطه، مين اللي قال كده؟ لا موجودين. لا اقصد اقول لعيب. يعني لا يعني انديه نظام الشغل داخل اي دوله اوكي خالد. مش متشاف. الدوري السنغالي لا مش دوري، مفيش دوري. انديه السنغال على مستوى بطولات افريقيا كونفدراليه ولا تشامبيونز ليج تقريبا مش موجود، ومع ذلك في قدره تصديريه رهيبه طبعا. السؤال هنا ازاي وليه؟ عشان الناس بتشتغل تحت بشكل كويس جدا جدا جدا. انا ما يهمنيش، انا لو في السنغال دلوقتي انا ممكن اخد انقي لعيب مش مهم يلعب في الدوري السنغالي،
ويطلع يسافر بره يحترف بره. أيوة. وهو ما بيلعبش في الدوري السنغالي، اصل الدوري دون مش هو ده الاحتكاك يعني بيدي اللعيب تقل، لا. فانت لما يكون عندك لعيب عنده 20 سنه محترف بره بياكل بنظام اكل محترم مظبوط، اكل صحي، بينام، راجل محترف في كل حياته. أيوة. انت ما بتقدرش تواجه بقى الكلام ده. طب سيبك من البطوله وسيبك من قصه المنتخب، الجيل ده اللعيبه دي ظالم ولا مظلوم؟ خليني اسمع رايك، وايه السبيل ان احنا نصحح المسار. بس هتسمح لي نروح لفاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا في السادسه مع نجمنا النهارده الكابتن الكبير خالد كضال. يعني في كلام كتير يتقال الحقيقه، هو 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 بمثابه ايه يعني، مش عايز اقول صدمه، لكن في النهايه انت بتدور على مستقبل. يعني واحنا بنتكلم النهارده مثلا في 23، عينينا اكيد او عيون جماهير الكره في مصر وجماهير غير الكره كمان اللي بيشجعوا واللي ما بيشجعوش، المهتمين واللي مش مهتمين، انهم يشوفوا منتخب مصر في كاس العالم، صح ولا غلط؟ بعد اللي شفناه من 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 تونس والكاميرون واليابان والسعوديه والمغرب طبعا، والمغرب طبعا في كاس العالم، حق الجمهور المصري يحلم بمنتخب محترم في كاس العالم 26. لكن عشان تحضر ل 26 مفترض انك تكون اشتغلت من بعد خروجك من التصفيات قدام السنغال على طول، وتكون اشتغلت ورهنت على كذا جيل، مش بس جيل صلاح اللي ما اعتقدش ان هو هيكون ليه فرصه، حتى صلاح وحجازي واللعيبه دي اعتقد 26 فرصتهم ممكن تبقى صعبه جدا، وبالتالي املك في الاولمبي واملك في الشباب، واذا كان ده الوضع وده الحال اللي احنا شفناه في بطوله افريقيا الاخيره. واللي ما يطمنش اكتر انه المنتخب الاولمبي كمان يمكن كابتن خالد متحفظ شويه او شايف انه مش هيقدر يراهن عليه بشكل كبير جدا، فبالتالي السؤال مستقبل الكره في مصر رايح فين؟ لا في حد عنده اجابه عن السؤال ده، او في حد طرح السؤال ده، او في حد فكر يقول لا 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 ما حدش، يعني دي قضيه لازم نقف عندها ونشتغل عليها. عشان نضمن إحنا مين كره القدم، الجامع ده الناس على مين؟ الناس المسؤوله عن الكوره، اتحاد الكوره، اتحاد الكوره، اصل هنا مناصب اتحاد، اعضاء مجلس اداره اتحاد ورئيس الاتحاد الناس فاهمه ان بقى رئيس اتحاد انا بروح الاتحاد في كل اجتماع واقعد، والاتحاد يعني فرحان هي الدنيا مش كده. احنا عايزين ابتكار وعايزين شغل. كره القدم المصريه بعد هذا الجيل اللي هو بيلعب، اللي مش هيقدر يكمل ل 2026 زي ما انت قلت، هتبقى فرصته قليله او هيتناقص بشكل كبير جدا. انت عشان تضمن ان انت تقدر تستمر لازم يكون منتخب اولمبي بتاعك قوي جدا، عشان تقدر يمدلك يبقى هو العون، يد العون للدرجه للفريق الاول، ويقدر ان هو يكمل مع منتخب الشباب. لا منتخب الشباب ده 20 سنه، 20 سنه ده لازم يكون بيلعب في نادي اساسي. هو بيلعب في نادي اساسي؟ ده كان سؤالي قبل الفاصل. لا مفيش حد بيلعب. اللعيبه دي مظلومه ولا يعني لا بنشوفها بتحترف وبالتالي هي تاخد مساحه انها تطور مستواها وتقابل وتلعب في دوريات ومع انديه؟ هو للاسف اللعيبه فعلا مظلومه، بس مش من دلوقتي، من زمان، من 3 4 سنين فاتوا المدربين اللي اشتغلوا معاهم. انا دايما برجع ورا شويه، ما انا بتفرج على لعيب عنده 20 سنه دلوقتي واشوف ان هو مش بروميسنج ومش هيقدر، مش هيبقى له وجود في الفريق الاول بتاع النادي بتاعه، او مش هيقدر يخدم بلده، انا مش حاسب اللي ماسكه دلوقتي. لا انا حاسب اللي ماسكه من 5 سنين. لان خلاص 5 سنين دول دخلوا الولد في طريق مش كويس. طيب انا مش هتكلم على ليه في مشاكل او في قصور في المنظومه عندنا، لكن خلينا نتكلم على تجارب اكتر ملهمه او تجارب مضيئه. انا كنت بكلمك مثلا على بلد زي المغرب، بلد زي السنغال، بلد زي نيجيريا. الدول دي مع اختلاف التجربه بتاعتها، لكن هي في النهايه كان ليها مردود كويس جدا. محدش يقدر ينكر المنتخب السنغالي بقاله 20 سنه منتخب في منتهى القوه، حقق حتى لو ما حققش بطوله افريقيا غير النسخه، لاول مره في تاريخه غير النسخه اللي فاتت، لكن على طول حاضر، على طول بينافس، على طول بيروح كاس العالم. المغرب بمشوارها الرائع في كاس العالم قطر 22، نيجيريا بنتائجها على مستوى المنتخبات الاولمبيه في الالعاب الاولمبيه، وحتى على مستوى مشاركتها في كاس العالم. في تجارب ناجحه رغم ان هم يمكن ما يتمتعوش بنفس الامكانيات، ما عندهمش نفس الرصيد ولا حتى القماشه باستثناء نيجيريا. يعني في بلد فيها اكثر من 110 مليون زي مصر تعرف تطلع منها لعيبه وتراهن على رياضه زي رياضه الكوره في قاره افريقيا كلها؟ ما فيش. في بلد تتمتع بامكانيات الدوله المصريه برضو؟ ما فيش. ومع ذلك المردود
عليه علامة استفهام العين. وعلى فكرة بقى أنت ذكرت السنغال كتير، السنغال واخدة بطل أفريقيا. أيوه تمام، متأهلة كأس عالم، متأهلة كأس عالم. أيوه وبطل أفريقيا للمحليين البطولة اللي فاتت على حساب الجزائر. أيوه والمرشح الأول للفوز ببطولة أفريقيا شباب. فأنت السنغال شباب محليين، احنا كنا بنقول الدوري السنغالي ده ما حدش يعرف عنه حاجه. مظبوط مظبوط. طيب واخدين بطوله افريقيا للمحليين. أي. اتفرج على فرقه بقى السنغال. انا كنت انا اتفرجت على البطوله على فكره كلها، يعني اللي هي بطوله افريقيا اللي عايز المحليين. ينقي لعيبه ومش أي. بفلوس كتير يتفرج كان يتفرج على البطوله دي. السنغال فيها لعيبه هايله، ساحل العاج فيها لعيبه هايله. مدغشقر وصلت فاينل، مدغشقر والسنغال، مدغشقر فيها 2-3 لعيبه حاجه فوق الوصف. فالكرة عايزة العين الكويسة اللي تكتشف المواهب واللي تشتغل عليها، تمام، بحيث ان انت تيجي بعد كده تلاقي نجاح وتلاقي مردود للإيجابيات لاختيارك ولعينيك الكويس. لان العين دي انا يعني في مصر عندنا صعبة جدا، ناس كتير قوي بتتخمف لعيبة وبتقول كويسين وطلعوا وحشين، يعني الدنيا التقييم عندنا والمعايير والعين في الاختيار لا احنا متراجعين فيها. واكبر دليل على كده زي ما بقول لك السنغال راحت كاس عالم، بطلت افريقيا، بطلت افريقيا المحليين، المرشح الاول لبطوله افريقيا للشباب. اللعيبه دي تلعب فين؟ يعني اذا كانوا مش محترفين او مفيش منظومه او مناخ او قواعد ما اعرفش ممكن تبقى ازاي، او ممكن يكون ايه دور اتحاد الكوره في انه يوسع قاعده المحترفين خصوصا في السن الصغير ده، يدعم الفكره ويحاول بالتنسيق مع الانديه، لانه حتى على مستوى مشاركتهم مع الانديه كابتن خالد في مصر مفيش، فهم لا بيحترفوا بره ولا بيلعبوا جوه. طيب هو هيحترف بره ازاي وهو ما بيلعبش جوه؟ هيتشاف ازاي؟ خلي بالك ما حدش بيمانع في موضوع الاحتراف بالنسبه للولاد الصغيرين، اي حد هيجي له، بس مين اللي هيجي له؟ مين اللي الناس هتطلبه؟ ما هو ما بيلعبش اساسا في الدوري المحلي بتاعنا. عارف يعني ايه ما بيلعبش في الدوري المحلي بتاعنا؟ يعني مش عايز اقول يعني. أيوة. طيب هيطلع يحترف ازاي؟ بالنسبه للناس اللي الدول الافريقيه هم بالفطره بيبقوا مميزين في النواحي البدنيه، يعني من ناحيه سرعه، مش هتلاقي لعيب افريقي بطيء. لا هتلاقي السرعه، والسرعه دلوقتي بقت من اهم مقومات لاعب الكره اللي هيحترف. أيوة. ان هو يكون سريع، فهتلاقي السنغال، الفرق الافريقيه، نيجيريا، هتلاقي السرعه موجوده. بالنسبه للمغرب في كاس العالم اللي فات في اكاديميه محمد السادس الملك عامل اكاديميه باسمه، وهو اللي بيصرف عليها على فكره من جيبه الخاص. في 4 لعيبه طلعوا من الاكاديميه دي كانوا ضمن فرقه المغرب في كاس العالم. 4 لعيب. احنا عندنا اكتر من الاكاديميات في مصر، مصر كلها ما الاكاديميات هنا عشان لم الفلوس بس، مش انت هنا بتلم يعني بقى ما هو 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 الاكاديميه دي لما بتفتح، معلش والله اعذرني، يعني لما الاكاديميه دي بتفتح مش بتبقى تحت رعاية أو تحت متابعة أو ليها شروط أو ليها عوامل تقييم مثلا من اتحاد الكرة في مصر، ولا أنا بكرة الصبح قررت أنا وأي بيزنس مان يلا نفتح أكاديمية؟ لا تفتح نفتح عادي. طبعا ولا حد بيبقى دريان ولا اتحاد كورة ولا أي حاجة، والأكاديميات بيبقى الهدف الأساسي منها لم الفلوس. يعني أنت بتلاقي ولد مثلا جسمه مش لائق، تخين شوية بتاع، طبعا بيدفع بيتاخد. هو صحيح الكلام اللي أنا بسمعه فكرة إنه اللي معاه فلوس هو اللي يلعب كرة، وقصة الموهبة والشطارة والإمكانيات دي ما بقتش؟ لا 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 مش على طول، مش على طول. لا إنه يلعب كرة لا. لو في أكاديمية بتكلم في السن الصغير، في السن الصغير في فرقة في نادي بتشترك في مسابقات لا. طبعا لا، ولكن في أكاديميات بتعب طبعا، بتدفع هتلعب. يعني بتدفع هتلعب، ولكن الأكاديمية بتاعت المغرب دي الملك هو اللي بيصرف عليها من ماله الخاص. ده فرق، يعني مش الهدف بتاعها مش الربح. أيوة. ده انت بتجيب ناس، وبعدين انت بتعمل مش لعيب كوره، بتعمل واحده زيها في قطر بني ادم ده. انسان مثقف متعلم في كل نواحي الحياه. يعني اي حد يخش يتفرج على النظام اللي ما عاملينه هناك. أيوة. لا هتطلع طبعا. معلش هسال حضرتك حاجه، هي المشكله بس في القماشه واللعيبه، ولا مشكله كمان في الكوادر التدريب والرعايه لا طبعا فكره في التعامل الكوادر مع الناشئين؟ ما هو مين اللي هيتعامل مع الناشئين؟ احسن مدربين على مستوى العالم هي اللي بتشتغل مع الولاد الصغيرين. احنا عندنا هنا العكس، اللعيب بيبقى لسه مبطل ما عندوش اي خبره بيشتغل لان كان بيلعب. لا هو الكلام ده ما بيحصلش غير عندنا بس في مصر. بره اكتر مدربين عندهم خبره واعلى سعر
هم اللي بيشتغلوا مع الاولاد الصغيرين، لان انت ما بتعملش لعيب كوره بس، انت بتعمل انسان مظبوط. طب اذا كان الشباب يعني ما وفاش بالوعد الاولمبي، ممكن نراهن عليه في اللي جاي؟ اتمنى. انت تراهن عليه شخصيا؟ لا لا. شكرا كابتن خالد، نورتنا وشرفتنا. الله يخليك، بيك دايما. شكرا شكرا. ونتمنى ان شاء الله باذن الله يعني في ظل الظروف دي الحقيقه والاجواء دي، مفترض انه بما انه الاهلي الحاجه الوحيده اللي منوره في الكوره في مصر، وبما انه الاهلي الوحيد الحقيقه اللي بيرفع علم مصر في المناسبات العالميه والقاريه بره الحدود، يعني نتمنى حتى انه يبقى بما انه الواجهه المشرفه انه يلقى الدعم والمسانده، وان لم يلقى الدعم والمسانده او لم يكن هناك رغبه او اراده في انه ندعم ونساند النادي الاهلي، يبقى على الاقل تقدير ما نعطلوش وما نحاولش نحط المطبات الصعبه في طريقه. موفقين ان شاء الله، بكره نتابع معاكم استعدادنا لمباراه الثلاث ان شاء الله. هي مش يعني مش عايز اديها حجم اكبر من حجمها، لكنها في النهايه يمكن من حيث التوقيت ما اعتقدش انها من اولويات الجمهور، يمكن تكون اولويات اللاعبين، الجهاز الفني، الاداره، لكن ان شاء الله نتمنى لل 11 اللي هيظهروا فيها التوفيق، ومن بعدها يكون لينا كلام تاني عن مباراه سان داونز ان شاء الله. بشكر نجمنا النهارده الكابتن الكبير خالد جد الله. شكرا يا على وجوده معانا، نورت الدنيا كابتن خالد. الناس عديك دايما، الله يخليك، ودايما نتقابل على كل خير في السادسه على شاشه الاهلي. تحياتي ليكم.